اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي نجوم الاستوديو التحرير نجم الاهلي الكبير كابتن محسن صالح. منورنا يا كابتن محسن. اهلا بيك يا اسامه واهلا بالساده المشاهدين، ان شاء الله مباراه ممتعه وبالفوز باذن الله. باذن الله. ايضا نجم الاهلي الكبير كابتن هاني رمزي. منورنا يا كابتن. ازيك، اخبارك ايه؟ كله تمام ان شاء الله. يبقى يوم جميل ان شاء الله على النادي الاهلي، ومباراه يعني حتى انت قبل الهوا بتقول مباراه صعبه، الحقيقه فعلا مباراه صعبه هنتكلم فيها، لكن ان شاء الله كل توفيق لنادينا النهارده النادي الاهلي، علشان كمان باذن الله نتيجه واداء النهارده ان شاء الله يدينا دفعه قويه جدا لل يعني للمجزره اللي احنا داخلين عليها خلال شهر ديسمبر. عندنا مباريات كتير جدا في ديسمبر، فان شاء الله يكون يوم جميل باذن الله. باذن الله. ايضا محلل قناه الاهلي استاذ محمد باز. منورنا يا باز. مساء الخير يا كابتن اسامه، مساء الخير على الكباتن. ان شاء الله يكون النهارده يعني قبل التوقف او قبل طبعا المنافسات الجديده والانتقال للانتر كونتيننتال تكون فوز. مباراه صعبه ولكن ان شاء الله كلها يعني امنيات كبيره جدا وشكل كبير جدا واستعداد ان شاء الله نفرح النهارده بثلاث نقاط جديده باذن الله. طيب خلينا نقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي. هيبتدي مباراه اليوم امام البنك الاهلي في حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط الظهر من اليمين للشمال خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله، ثلاثي الوسط مروان عطيه واحمد نبيل كوكا وقفشه، وفي الامام حسين الشحات وبيرسي تاو، عوده مره اخرى لبيرسي تاو، وفي الامام محمود كهربا. مره اخرى تشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط الظهر من اليمين للشمال خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله، ثلاثي الوسط مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، محمد مجدي قفشه، وفي الامام حسين الشحات وبيرسي تاو، وفي الهجوم محمود كهربا.